مراحل درب الصليب 14. إعداد وتقديم أعضاء كنيسة المحبة الأخوية الإلكترونية. المرحلة الأولى، لنتأمل يسوع محكوما عليه بالموت. يا سيدي يسوع المسيح، تحملت الموت من أجل خلاصي الأبدي، لأن هذا الصليب كان يجب أن يكون لي وليس لك. إن خطاياي هي التي صلبتك. ساعدني يا رب أن أنهض من وحل الخطيئة وأن أغتسل بدمك الطاهر الثمين، لأكون آنية مجد تقدم الحضور الإلهي في كل موقف يومي، ونحن نعيش كلمتك المقدسة، فنكون مباركين وسبب بركة للكثيرين بالمسيح يسوع. آمين. المرحلة الثانية، لنتأمل يسوع حاملا صليبه. يا يسوع، بآلامك وعذابك على الصليب مسحت اسمي وخطاياي. آمين. المرحلة الثالثة، نتأمل يسوع واقعا تحت الصليب للمرة الأولى. حمل الثقيل وخطاياي العظيمة جعلتك تقع من على الصليب. ها أنا أطلب المغفرة والسماح على أن لا أرجع لها مرة أخرى. المرحلة الرابعة، لنتأمل يسوع ملتقيا بأمه المحزونة. يا يسوع المتألم، ويا أمنا العذراء الحنونة المتوجعة، لقد تسببت لكم بعذابات وأوجاع مرة، أما الآن لا يكون هذا، بل أريد أن أحبكما بكل أمانة حتى أنال الخلاص الأبدي. المرحلة الخامسة، لنتأمل يسوع وقد عاونه سمعان القيرواني في حمل الصليب. يا يسوع المصلوب، ساعدني على أن أحمل وجعي وألمي ومرضي بفرح، وأنت معي فأنا أيضا أكون سعيدا إذا ساعدتك في حمل صليبك الذي تعطيني إياه. آمين. المرحلة السادسة، لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب. ربي يسوع، كم أتعبتك خطيئتي الثقيلة، رغم ذلك مضيت نحو الجلجلة. علمني يا رب أن أحمل ضيقاتي وأصلي بحرارة لأنال الملكوت. المرحلة السابعة، لنتأمل يسوع وقد مسحت وجهه القديسة فيرونيكا. ربي يسوع، مسحت تلك القديسة وجهك المشوه بالدماء والبصاق وانطبعت صورتك في منديلها. كم مرة شوهت وجهك في نفسي بالخطيئة، علمني يا رب أن أجدد صورتك الإلهية في داخلي. المرحلة الثامنة، لنتأمل يسوع يعزي بنات أورشليم. رغم الآلام والوجع الذي أنت فيه، نراك تعزي الآخرين. يا رب شجعني بقدرتك أن أبكي على ما صدر مني ضد مشيئتك. المرحلة التاسعة، لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب للمرة الثالثة. يا رب إني أراك تسقط للمرة الثالثة، وذلك ليس من ثقل خشبة الصليب، بل من ثقل خطاياي المتكررة. فامنحني يا يسوع الشجاعة كي أنهض من سقطاتي وأتوب.
المرحلة العاشرة، لنتأمل يسوع وقد عري من ثيابه وسقي خلا ومرا. ربي يسوع، نرى الجنود نزعوا ثيابك الملتصقة بجراح جسدك وأقاموك عريانا واقترعوا على قميصك وسقوك خلا بدل الماء. هل من العدل أن تكون أنت البار معذبا وأنا الخاطئ منعما؟ ساعدني يا رب أن أتعرى من كل ملذاتي وشهواتي. آمين. المرحلة الحادية عشر، لنتأمل بأننا هناك بين الجموع واقفين ننظر ليسوع مسمرا على الصليب. كم مرة كنا نشعر بأن خطايانا تجرح قلبه مثل تلك المسامير، لكننا سمحنا بأن تنغرز بجسده أكثر فأكثر. كم مرة عزمنا التوبة وأرجعتنا الخطيئة إلى شخصنا القديم. ساعدنا يا رب أن نخفف عمق ألم المسامير في جسدك، وعلمنا أن نجد الطريق لإفراح قلبك الحنون. المرحلة الثانية عشر، لنتأمل يسوع مائتاً على الصليب. يعجز اللسان عن وصف هذه المرحلة. يسوع إلهي الحبيب، ما أعظم حبك وما أجمل فدائك لأجلنا. ها قد ختمت العمل الخلاصي الذي أتيت لأجله. أستودعك حياتي مثلما استودعت روحك بيد الآب. المرحلة الثالثة عشر، أمنا القديسة، ها قد تحققت فيك نبوءة سمعان الكاهن، وأنت أيضا يجوز في نفسك رمح لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. ساعدينا يا عذر العذارى أن نتنازل عن كبريائنا مثلما تنازل يسوع وصلب لأجلنا، أن نتخذك مثالا لنا في الشدائد لنتعلم الصبر والاحتمال. المرحلة الرابعة عشر، لنتأمل يسوع وقد وضع في القبر. هاي هي اللحظة التي انتظرها الكثيرون ممن أرادوا موتك يا رب، لأن وصاياك وأعمالك كانت تكشف كل مرة بشاعة أعمالهم ونواياهم. أنت قد سامحتهم يا رب، ونحن الضعفاء نحتاج قوة عظيمة لنتعلم الغفران، وتتزعزع فينا تلك الصخرة العظيمة التي ستعلن بعد 3 أيام قيامتك، فتتحرر قلوبنا من سجن الضغينة. آمين.